تعد مدينة طنجة من أهم المدن السياحية بالمغرب، اعتبارا لما تزخر به من مؤهلات طبيعية تاريخية وموروث ثقافي وحضاري. كما أن موقع مدينة طنجة الاستراتيجي جعلها تجلب عددا مهما من السياح سواء المغاربة والأجانب. وتنفتح مدينة طنجة على واجهتين بحريتين، وهما البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، كما أنها لا تبعد عن أوروبا سوى ب 14 كيلومتر، مما يجعلها مزارا للعديد من الوافدين سواء من أوروبا والعالم. وعودة للمؤهلات الطبيعية، فمدينة طنجة تحتوي على غطاء نباتي مهم، جعل العديد من المؤسسات والجمعيات المهتمة بالبيئة تعطي اهتماما بالغا. وتتوفر مدينة طنجة على منتزه طبيعي ذو موقع وجاذبية مهمة، منتزه الرميلات أو منتزه بردكارس، هو من أحسن المنتزهات على الصعيد الوطني، وقد تم تصنيفه سنة 1993 كموقع إيكولوجي بفضل دراسة المخطط المديري حول المواقع المحمية المنجزة في نفس السنة. يمتد منتزه الرميلات على مساحة 67 هكتار، وتتميز بتنوع بيولوجي حيث تضم أشجار البلوط الفليني تم استيرادها وزرعها بداية القرن العشرين كالأوكليتوس والصنوبر الفليني. وتضم أيضا أصنافا حيوانية متنوعة، حيث يعيش بالمنتزه حسب تقرير المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وجود حوالي 55 نوعا من الطيور، وحوالي 28 من الزواحف، و16 نوعا من اللبونات. وقد كان لهذا الفضاء الأثر البليغ لسكان المدينة كمتنفس، حيث يمنح للمتنزهين إطلالة مدهشة على مضيق جبل طارق، ويوفر بنيات استقبال ملائمة، ويمنح الراحة والهدوء لزواره بعيدا عن ضوضاء وضغط المدينة. من جهة أخرى، فهذا الفضاء خلق دينامية اقتصادية عادت بالنفع على المنطقة وساكنتها المحلية من خلال فرص الشغل التي يخلقها الموقع من مطاعم ومقاهي وألعاب الأطفال
وغيرها. ويتميز الموقع كذلك بتواجده على ارتفاع 800 متر على مستوى البحر، وهو يجمع بين الثروة البيئية الأثرية والبحرية. ويتميز المنتزه بوجود باحة للرياضات، رياضة الأطفال الكبار والصغار وأخرى للنزهة، ووجود قصر بيرديكاريس والذي سمي على اسمه هذا المنتزه، وكذلك مكان لرصد الطيور. كما يتميز المكان بوجود ثلاث مسارات أساسية: المسار الصحي، المسار التربوي، والمسار الرياضي. وقد تمت إعادة تهيئة المنتزه خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ترصيص الممرات وتجهيز المرافق بشكل يتلائم ويحترم خصوصية البيئية. نجد العديد من الكراسي والموائد وعلب النفايات، كلها مصنوعة من الخشب.
كما تم تخصيص مكان للطهي للزوار المتوافدين بكثرة خصوصا بفترات العطل أو نهاية الأسبوع، وكذلك السياح الأجانب الذين يتوافدون بكثرة. يعد المكان أول فضاء طبيعي أخضر تستريح به الطيور المهاجرة من أوروبا نحو الجنوب قبل أن تنتقل نحو محمية تهدات المتواجدة بين طنجة وأصيلة. ولعل الطريف هو أن حيوان الخنزير الموجود بالغابة غير المروض أصبح أليفا ولا يشكل أي خطورة على الزوار. Thank you.
قصر بيرديكاريس، هذا القصر دارت حوله حكايات لا تكاد تحدث إلا في الأساطير، فقصة بناء القصر هي نفسها مثيرة للاهتمام، حيث أن بيرديكاريس هو أحد الأثرياء الأمريكيين من أصول يونانية، كان يشتغل بمنصب قنصل الولايات المتحدة لمدينة طنجة، وقد وعد زوجته بأن يبني لها قصرا في أجمل مكان في العالم قبل أن يستقر رأيه على غابة أرميلات، وقد بناه سنة 1887، وقد استخدم العديد من النباتات والأزهار النادرة للغابة. فيما تمت استعادته من قبل الدولة سنة 1958، وتم إدراج قصر بيرديكاريس ضمن مشروع طنجة الكبرى لإخضاعه للترميم، وهو الآن في المراحل الأخيرة من هذا الترميم.